إعدادات عادية من خلال مباريات الدوري العام وكأس مصر، والحمد لله يعني عملنا معسكر لمدة أسبوع قبل البطولة، رفعنا فيه معدل الحمل البدني وعملنا فيه مباراتين. الحمد لله يعني يعتبر الفريق جاهز بنسبة كبيرة جدا للبطولة بإذن الله. والله البطولة فيها أربع فرق مصرية، طبعا الفرق المصرية عارفين بعض كويس قوي، فأنا اخترت الفرقة من خارج مصر، عندي المغرب وعندي البحرين وعندي الصفاقسي. الصفاقسي فرقة قوية جدا ومرشحة معنا لللقب، فطبعا أخدت فريق المغرب لأن محتاج أن أنا أدخل البطولة بمباراة قوية تجهز اللعبة اللي بقيت المباريات. والله الفرقة كلها جاية الحمد لله مركزة جدا ومدعمة نفسها كويس جدا، تونس والمغرب وفرق مصرية كمان مدعمة نفسها بأجانب، فأعتقد البطولة هتبقى من أقوى النسخ اللي اتعملت في البطولة العربية.